مرحبا بابا. أهلين بابا، تفضل. قديش بتريدي؟ 250. تفضل. تفضل. يسلم الدنيا. أهلا وسهلا. كيفك؟ ماشي الحال، شغل بالي عليكي، قلت اجي اطمن. شو صار شيء؟ عم بستنى، لسه ما طلعت النتيجة لهلا. بتعرفي سلام، إذا ريهام طلعت أختك عن جد، لازم نروح لبيت تحصل دار ونفهم منهم تماما القصة، إنه منين جابوها. بلكي لاقوها ضايعة مثل ما أنت لقيتني ضايعة. لا ما بتصور، القصة مو هيك. عندي إحساس إنه بيعرفوا القصة تماما وبيعرفوا أهلك. كل الأحوال ما في داعي لنستبق الاستنتاجات. لسه النتيجة ما طلعت وبجوز ريهام ما تكون أختي. شو عم تحكي أنت؟ أختي؟ أختك التوم أكيد. بس شو اللي خلاها توافق على الفحص بعد ما كانت رافضة بالأول؟ بلكي صار عندها شكوك وحابة تتأكد منها. طبعا بده يصير عندها شكوك، لأنه الشبه بيناتكم مو طبيعي. السلام عليكم. سلام. أهلين. إيه تكرم عيني. بابا خلينا نروح، أنا مستعجل شوي، متى ما طلعت نتيجة خبريني فورا. إن شاء الله. يلا باي. باي. فادي، تعرف شو بيخطر لي أحياناً؟ أحياناً بيخطر لي إنه أنت ورامز وأهلي قرايبيني كلياتهم، كأنه بتعرفوا شي سر أو شي قصة أنتم متفقين عليها أنا ما بعرفها. هلأ أتركيني من أحاسيسي، قلي لي إذا طلعت نتيجة الدي إن إيه إنه أنتم أخوات، شو بدك تساوي؟ بيساوي؟ والله ما بعرف. لا ريهام، بكرة لازم تكوني جاهزة مشان تتقبلي هذا الاحتمال. إنه سلام أختي؟ إيه؟ بجوز جن؟ بجوز اتهمك إن أنت وسلام متفقين علي مع المخبر. أنت عن جد عم تحكي؟ إيه ليش لا؟ شو قليلة إنه تكتشف بعد كل هذا العمر إنه أنت عندك أخت وما بتعرف بهذا الشيء هيك ومنغامض علمه؟ لا يا ستي، وأنتي صادقة، أخت وأهل جداد كمان. فادي، إن شاء الله حاجة توترني، خلقها أنا أعصابي بالأرض. لا خلص، كله ولا أعصابك، خليكي على راحتك، بكرة بيدوب التلج وبيبان المرش. فادي، أنا إلي عندك طلب. تكرم عينك. شو ما كانت نتيجة التحليل بدي اياك تخبرني فيها قبل ما تقول لسلام، اوكي؟ ما راح يرد، ما راح يرد. رامز فقد ثقته فيكي. أنا ما عم بفهم، في حدا بالدنيا بيعمل هيك بأمه؟ معلش بدك تنتظري، لبقى تتصلي فيه، ما في نتيجة. بس أنا حابة أقول له إنه بهالفترة في أحداث كتير بدها تصير وما بدي إياه يروح بين الرجلين. قصدك مشان هالشي اللي عم يعمله فادي؟ طبعاً. أنت متخيل عبد الباري شلون ممكن تكون ردة فعله؟ عبد الباري شخص ظالم وعنيف وما بيرحم. أنا اللي بعرف. هذا فادي بده يفتح جروح ما رح تتسكر. الله يجيرنا من عبد الباري واللي بده يعمله. لا تخافي ولا تتوتري، أنت ما لك علاقة بشي ولا رامز. وقت الجد أنا بقدر أحط عبد الباري عند حده وأحميكي.
عن جد خايفة. أنا بس بدي أفهم أنتي من شو خايفة؟ في شي لازم تواجهي، فواجهي من أولها وقصرية. أنا كم مرة بدي أعيد وأفتق بهذا الدرس؟ مزبوط، بس أنا خايفة والله، مو بإيدي، ما بعرف شو بني. طيب ليش الخوف؟ القصة رح تخلص على خير والحق رح يبان. ما عم تفهموني، أنا خايفة إذا طلعت أختي، وخايفة إذا طلعت مو أختي. لا، الأخت بلشت بالفلسفة. يا الله ما عم تفهموني، والله مو فلسفة، بس القصة كتير معقدة. يعني إذا طلعت أختي، ريهام رح تخسر العز تبعها على حسابي أنا، وإذا ما طلعت أختي، طيب أنا مين؟ منين جاية؟ مين أهلي؟ مين بدي يجاوبني على هاي الأسئلة؟ سلام حبيبتي، ما بيصير هيك، لازم يكون عندك شوية تفاؤل وتأكدي إنه هذا الشبه مو لعبة. أكيد وراه سر، وهذا السر صار واضح للكل. يعني ريهام أختك 100%، والتحليل اللي ساويته ما ساويته غير للإثبات. أكيد هي لو ما لها شايفة الموضوع جدي ما كانت طلبت تساوي تحليل. برافو، هالمرة عم تحكي مزبوط. صح، أنا متأكدة من هذا الشيء. يا ربي دخيلك، يا ربي شو بدي أعمل؟ سلام، خلي أملك بالله كبير، ليك يحرق حريشك. كم مرة صرت مبيتت لك استخارة وطلعت لصالحك؟ هاي اختك، ما في مجال للشك، هذا علم. صار الدقة 100 مرة، بس انا لاني وعدتك ما رديت. شو هذا؟ ما فهمت. روحي لعند اي دكتور وهو بيشرح لك النتيجة، بس كوني متأكدة انه انا ما عم بقول لك الا الحقيقة. ليك بعتت مسج، بس قلي شو. طيب انا هلا بدي روح احكي مع انت وحاكيك بعدين. اي دكتور، طلعت اختي؟ الو؟ ايه دكتور؟ ايه نحن بالجامعة. طيب، مع السلامة. ليك وصار اللي بدك اياه؟ ما عاد تقدري تنتظري ساعة؟ لك اللقمة وصلت للتم. بدي اختي. رح أوصلك على البيت وروح شوف شو صار مع ريهام. طيب خليني روح معك. سلام، مشان الله لا تعقدي القصة أكثر ما أنا معقدة. خلص أنا متفرغ لقصتكم، ما رح يصير إلا اللي بدنا إياه. اهدي. خلص سلام، ترك الموضوع للدكتور.